مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل بسكوت التمر او بسكويت التمر اللي هو بقى الموسم بتاعه. طلع بقى البلح وطلع التمر، تعالوا نعمل احلى والذ بسكوت البلح او بسكوت التمر. هنعمله النهاردة لذيذ جدا ودايب دوبيا، يعني اول ما تاكلوه كده تحسوا ان هو زي اللي جاهز واحلى. العجينة بتاعته دايبة وحلوة والتمر اللي جوه مش ناشف ولا معظم، لا طري كده وجميل. هتعجبكم جدا الطريقة، وهتبقى هي دي الطريقة المعتمدة لأسهل بسكوت اقتصادي ومغذي وجميل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، تشاركوا في القناة، فعلوا الجرس على كلمة الكل، وما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني، وما تنسوش كمان تكتبوا لي في تعليقاتكم الحلوة ايه الوصفات اللي انتوا عايزين نعملها الفترة اللي جاية. انا جبت البلح او جبت التمر، انا هشتغل من البداية، ده بلح بس مستوي شويتين تمام. فانا هبتدي اجيبه اغسله، انقيه الاول بعد كده اغسله، بعد كده افتحه اشيل منه النوايا، وبعد كده احطه في طاسه واحط معاه زيت. طبعا على حسب مقدار البلح احط مقدار الزيت، يعني عشان يبقى المقدار مظبوط بالظبط. تقريبا كده انا حطيت لكل نص كيلو تمر حطيت له 4 معالق من الزيت. طبعا لو احنا عاملينه فطاري هنحط معلقتين زبده او سمنه المتوفر عندكم. نفضل بقى نقلب ونهرس فيه كده لحد ما يدوب خالص ويبقى شبه العجوة اللي احنا بنشتريها من بره. انا ليه عملت لكم الوصفة من البداية؟ لاني بصراحة لما رحت يعني اشتري قطعة عجوة لقيت ان سعرها غالي قوي مبالغ فيه يعني، فانا قلت على ايه يعني، ده احنا نعملها في البيت بشوية بلح يعني حاجة بسيطة جدا. لحد ما يبتدي انا بدأت ان انا اسيبه على النار شوية، واشتغلت في بولة حطيت نص كوباية زيت وحطيت سكر طبعا بمقدار حوالي 5 معالق من السكر، 5 معالق من السكر ونص كوباية من الزيت. وبعد كده بدأت ان انا اضربهم كويس بالويسك، او لو عندي مضرب يدوي او مضرب كهربائي، بحيث ان انا اخليهم يندمج بقى الزيت كويس مع السكر. وطبعا لو عاملينه فطاري نحط بدل الزيت يا جماعة نحط ايه، نحط زبدة او سمنة. عندي هنا حوالي نص كوباية من حليب جوز الهند، وطبعا حليب جوز الهند انا سبت لكم الرابط بتاعه وعملته لكم كذا مرة في القناة، فتقدروا تعملوه بمنتهى البساطة. هقول واحنا شغالين كمان عشان الناس اللي متابعتوش، 4 معالق جوز هند على نص كوباية مية مغلية، يتسابوا لمدة ساعتين، يتضربوا في الخلاط ومش بنصفيه بس كده. ممكن نضيف له فانيليا، وممكن نستخدم الفانيليا جوه الوصفه. دلوقتي هستخدم النشا، انا تستخدموا اي نوع نشا مفيش مشكله، حتى اللي عنده العطار عادي، اهم حاجه المقدار بتاع النشا. هنستخدم حوالي 3 معالق كبار من النشا، وهندوب النشا مش في الدقيق، هندوب النشا مع الزيت واللبن والسكر. نخلي بالنا من الموضوع ده، زيت ولبن وسكر، بعدها هنحط النشا. حاولوا تمشوا معايا الوصفة بالترتيب بالظبط عشان تطلع معاكم النتيجة زي ما انتوا هتحبوا. بعد كده طبعا هنستخدم البيكنج باودر، هنستخدم في حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا يكون نوع كويس يعني، ونكون احنا مجربينه قبل كده علشان خاطر محتاجين او المادة الرافعة جوه الوصفة دي، بس ما تكونش خميرة، تكونش بقى خميرة، تكون بيكنج باودر. وبعد كده هنحط رشة فانيليا، يعني لو فانيليا سايلة هحط نقطتين، لو فانيليا ورق هحط حوالي 1/4 معلقة من الفانيليا تمام. ونقلب كويس قوي بالشكل ده، كل ما نحط المكونات نقلب لحد ما هنوصل للدقيق. لا في الدقيق هنا مش هنبتدي ان احنا نعجن كتير عشان البسكوت ما يفقدش القرمشة بتاعته. هنستخدم طبعا بسكوت دي يكون خاص بالمخبوزات او بالبسكوت عامة. تقريبا المقادير اللي انا اخدتها او مقدار الدقيق اللي انا اخدته فيما يعادل 2.5 كوباية من الدقيق، وبدأت ان انا ادخل المكونات كلها في بعضها بس من غير ما اعجن خالص. يعني انا هنا ما عجنتش خالص خالص عشان خاطر البسكوت ما يبدأش ان هو يبقى زي المعجنات كده ويفقد قرمشته ويفقد القوام بتاع البسكوت، اللي هو طبعا احنا عارفينه او المتعارف عليه بالشكل ده. اول ما بنوصل للمرحلة دي خلاص احنا بنسيب العجينة. جماعة احنا لازم نسيب العجينة بتاعت البسكوت حوالي 1/4 ساعة كده، عشان خاطر لما نيجي نشكلها تبقى متشكلة، تبقى العجينة مرتاحة فتبقى سهلة في التشكيل. وده شكل العجينة لما نيجي نكورها كده او نمسكها ما تتشققش مننا، ما تطقطقش كده، يبقى كده احنا ماشيين تمام.
هنغطي العجينة بستريتش كده او فوطة، المهم ان احنا نعزلها عن الهواء، وبعد كده بنسيبها لمدة ربع ساعة. وطبعا نرجع للعجوة بتاعتنا. العجوة انا بضربها في الخلاط بعد ما بسويها خالص، بضربها في الخلاط او في الهاند بلندر عشان تبقى ناعمة، وبعد كده بحطها جوه التلاجة او جوه الفريزر عشان خاطر تجمد، ولما اجي اشتغل بيها تبقى متماسكة كده ما تبقاش سايحة. تمام. وساعات بنحط مع العجوة سمسم، وكمان ساعات نحط مكسرات، بس في الوصفة دي انا مش محتاجة لا احط مكسرات ولا سمسم. ده شكل العجينة بعد ربع ساعة، تلاقوها جمدت كده ومسكت نفسها. تمام. تبدأوا ان انتوا تبططوها تبطيطة خفيفة كده عشان خاطر نبتدي ان احنا نجيب النشابة ونبتدي نفرد العجينة. بس تخلي بالكم علشان خاطر البسكوت مشكلته ان الحتت اللي بتزيد دي احنا بنعجن فيها تاني، فبالتالي بتفقد القرمشة بتاعتها، تلاقوا بسكوتة مقرمشة حلوة بسكوتة تانية لا. فما تفضلوش تعجنوا فيها كتير، وحاولوا ان انتوا تستغلوا كل حتة في العجينة قبل ما تبتدوا ان انتوا تقصقصوا فيها او ان انتوا تعملوها. انا قسمت العجينة اتنين برضو، وبحط شوية زيت كده امشيهم على سطح العجينة عشان برضو ما تبدأش ان هي تشقق معايا. وبعد كده ببتدي، هو ده السمك بتاع العجينة كويس قوي، ببتدي ان انا اجيب العجوة بتاعتي وابتدي الفها كده زي الصباع. يعني انا شايفين العجوة دي بعد ما بدأت ان انا اطحنها، طحنها كويس قوي يا جماعة في الهاند بلندر انا، وحطيتها كمان في التلاجة عشان تجمد، عشان تبقى سهلة معايا في التكوير او في ان هي انا اعملها صابع بالشكل ده. واحط الصباع كده في النص، وبعد كده ببتدي اني انا الف العجينة، بشيل الزيادات، ببتدي ان انا الفها مرة او مرتين بالكتير خالص، وبعد كده ببتدي ان انا اقطع في الحتة دي، وبعد كده ابتدي ان انا ادبسها حلو من تحت كده بصباعي كده، ابتدي ان انا ادبس العجينة عشان ما تتفتحش مني في الفرن. مهم جدا الخطوة دي. تمام. بعد كده ببتدي ان انا اجيب صينيه، الصينيه طبعا بكون مدهناها بدهن زيت خفيفه، وابتدي ان انا اقطع البسكوت على حسب الحجم اللي انا عايزاه. في تقطيعه بتكون زي السمبوسك كده بالورب، وفي تقطيعه طبعا اللي هي العاديه اللي بتكون من المربعات كده او مستطيلات على حسب ما انتوا تحبوا. بعمل طبعا الاشكال بتاعه البسكوت اللي هي بتبقى من فوق، شايفين انا عملتها هنا التقطيعه العاديه اللي هي المربعه، هوريكم دلوقتي كمان تقطيعه السمبوسك بتبقى حلوه جدا جدا. وبتحطوا البسكوت، بيكونوا مسخنين على طول الفرن، البسكوت ده مش بياخد وقت طويل في الفرن عشان العجوة ما تنشفش، الملحوظة دي مهمة جدا جدا. يعني بالكتير خالص هو بياخد في حدود 12 دقيقة، وطبعا لحد ما تخليه من فوق كده يحمر، بس ما يبقاش يعني ما تنشفهوش يا جماعة. وبعد ما بنطلعه من الفرن بنسيبه كده يتهوى في الهواء، يعني مش كتير برضو 10 دقايق كده، وبرضو عشان خاطر برضو البلح او العجوة اللي جواه ما تنشفش وتشد مننا. والتسوية بتاعته بتكون على فرن احنا مسخنينه قبلها ب10 دقايق، وبرضو الفرن بيكون سخن مش بيكون بارد، وده والبسكوت بيدخل في الرف الوصلاني كده. انا قلت لكم كل الملاحظات بتاعت بسكوت التمر او بسكوت العجوة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه، وبشكر كل بيتابعني وبينتسب في القناة. ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. ما تنسوش بقى للاعلانات، هروح اسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. بألف حنا وشفا، يا رب كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير قريب.